سلام العسولات الغزالات، اش اخباركم؟ هانيين مهنيين، غندير معكم هذا الفلوج، نشارك معكم الوجبات اللي دازوا اليوم في هذا النهار هذا في الخدمه. هادشي طيباته هي اليوم كانوا عندها ضياف، مهم شي حاجه وجدتها انا بحال الشلاضه، وجدتها هادو كانوا طيبين عندها، جلبانه و تشامبينيونيس، هذه حتى هي الشعريه، هذيك فيديو تشينوس مع سباراغوس ومع الجامباس والفلفله الخضراء والحمراء، هذو راه كنت فايته داير لكم فيديو فيه، كيجيو الذاد ما نقولش لكم البنات، الفلفله الخضراء والحمراء وسباراغوس والجامباس وخيزو صافي وبويرو كتشحريهم وكتسلقي هذيك فيديوش اللي بهذا الشكل هذا، هذه لذيذه هذه الفيديوش هذه، وكتخلطي كل شيء سهله جدا. وهذا اللحم حتى هو كيتقطع، كتقطعوه هكا كنقطعوها كترونش وكترافقوا مع هاد الجلبانه والشامبينيونيس، هكا جلبانه مسلوقه ومع الشامبينيونيس مشحر بالثومه والزيت وصافي. هذا هو اللحم كيتاخذوا هي، كيكون واحد اللحم غليظ وكتقليه في الزيت والثوم وصافي، ملي كي ما كيطيبوش بزاف وما كيبغيو ياكلوه هكاك. وهذه الصلصه كيديروها فوق من اللحم. هذه البطاطا البنات كتجي رائعه جدا، مش عيتكم فيها، هذه كتشدي الثومه كطحني الثومه مزيان وكتخلطيها مع الزبده وكدهني بها هذا المول هذا اللي غديري فيها، كدهنيها من التحت بهذيك الثومه والزبده، وكتشدي البطاطا تقطعيها دواور رقاق تكون رقيقه باش ما تبقاش باش تطيب دغيا، وكتديري واحد الكابا وديري عليها الملح والبزار وكيسو بارميزان ولا ما عرفتش كيقولوا ليه الفرماج، اي نوع ديال الفرماج ديري، وكنديرها بهذاك ليتشي ايديال انا غنوريه لكم. كديري كابا وديري فوق منها الفرماج والملح والبزار، كابا وديري فوق منها الفرماج والملح والبزار، في الاخر كتكبي عليهم داك ليتشي ايديال انا غنوريه لكم، ما فيش الكراسه بزاف، هذا احسن من الناطه، كيجي كيكون ناقص الكراسه، هذا في بلاصه الناطه خذوا هذا، زوين بزاف وما غاليش. يا هلا ويا غلا بيكم بالحبايب، وخرجنا والشمس مشرقة وغادي نتوجهوا للبيت ديالنا، المنزل ديالنا، غادي نمشي واقيلا الى كتاب، الى كتاب كلشي على المكتب، راه كلشي كيتسال على المكتب، الى كتب الله غادي ندوز للالدي نشوف باغا نتسخر، ولا كان شي حاجه جديده راني غنصورها لكم بحال دائما، يكونوا جابوا شي حاجه جديده شاركه معكم ان شاء الله بحول الله. هذا مكان الكبيدات، هذا مكان الفنيكيشات الغزالات العسولات، وهذا مكان والو الحبيبات والو، ما كيطلعش لكم شحال من وحده كتكتب ليا كتقول ليا غبرتي شحال ما حطيتي فينا، ودي راني كنحط كل نهار هذاك اليهودي ديال اليوتيوب ما كيطلعش سميتو، الله ياخذ فيه الحق هاد النار هذا ود العواش ود العواش رادي. ايوا ها الطوبيس جا، سوف اركب الطوبيسة، ساصعد الى الطوبيس. نزلت من الطوبيسة البنات، انا في كاي برنسيسة، غادي نمشي دابا كيف قلت لكم الالدي، عرفتي الشميشة حارة والله العظيم، حبيت كاع نشوف التليفون مع الشعاع ديال الشمس. غادي نمشي الالدي وديك الساعة كيف قلت لكم نشوفوا شنو كاين، وانتم معايا ما تزبيوش، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. هذيك مولايا اللي كنت كندير لكم فيها، اي في الصف الاخر هذاك الصف اللي كنت كندير لكم فيها جولة سدوها، باقا غير هذيك اللي حدا مونكلوا، هذه ديال كاي برنسيسة سدوها، ما عرفتش واش ما تمشاتش ليهم ولا ما عرفتش داكشي. وكاين هذيك مية مية عندهم حويجات زوينين، غير مرة مرة كندير لكم فيها جولة. هذه سارة هذي كبيرة، هذي راه فيها ثلاثة طبقات، أنا ملي كنطلع ليها كندور. هذه الساعة إلا قدرت ندير لكم شي جولة فيها إن شاء الله بحول الله. المهم أنا غنمشي دابا لألدي، وانتم معايا ما تزبيوش. المهم البنات جابوا هادو، دائما كيجيبوهم
هذا مثلا ديري شي طارطه هكا وتبغيتي الزيت تكوني غادا عند الضياف، ولا صايبي شي طلبيه ولا شي حاجه، ولا بيتزا هكا تكون كاريه يصلح. وهذا فني صراحه، كاين هاد المربعين ولا المستطيلين ولا ما عرفت شنو، كاين هاد ديال الكبته هما يطول انتم قطعينه، هادي تاهم كتجي ديال داك الكيك الطويل. زوينة ديري مقلا شي 7 أورو. وهذه ديال القهوة، ديال القهوة هذه تاهي ما عرفنا هو الثمن ديال هاد القريعات. بالنسبة دابا الصيف الا كيبغي يشرب ليا تشربي الماء صيف وشتا، راه هادوك تهزي ماكا في الصيف كنبغيو الماء بزاف كتر من البرد. دايرين 4 أورو اللي خصها هذاك باش تشعل الفاخر. دايرين 2 أورو. جابوا هاد الميزان دير 9 8 الأورو، ولكن انا كنفضل هذاك اللي كيكون كيجي بهذيك ديالو بداك الزلافه اللي تتكون فيه احسن صراحه. هذا بحال ديال النجوى هذا، عاوتاني خصنا نعبروا هذاك اللي نحطوه فوق منه. عندنا كاينين وحدين اللي كيجيو بديالهم احسن، كاينين هاد القرابات هادو نتوما الغوز في الصفر ديالهم 5 أورو. نتوما راه مشطبه هاد قلبي اللي كنجي ليه سبحان الله، ما كتبقى فيه حتى حاجه. واش كيديوهم واش كيشريو دغيا كيطيروا كلشي ما فهمتش. شوفوا هاد البنديخه هادي ديال العود مزيونه، ديري فيها هكا الفطور ولا اي حاجه بغيتي دايره 8 أورو. كاين هادو دايرين 99، كاين هادو بالغطا ديالهم معرفتش فين دايرين الثمن ديالو. وهادو ديال المجوره ديال العود ديال المعلقات وداك اللعيبات وداك الشيء ديال العود، انتما كتجي بحال هكا كتنظمي فيها معلقات ديالك ما كيبقاش داك الشيء مكركب. دايرين 12 أورو. هادي شنو هاد العجبان، هادي شيتا ولا ما عرفتش شنو، ما عرفتش علاش تصلح هادي. هادي البرباكوا هادي كتلمبي بيها البرباكوا. وهذا الطراب، ماشي الطراب هذاك كيطحن بحال اللوز ولا دوك اللعيبات، ما حنا دابا رمضان اللي بغى طحن اللوز ولا شي لعيبه هكا. المهم اللعيبه اللعيبه نتوما اينوكس شي حاجه زوينه الصراحه دايره 13 أورو. نتوما الشكل ديالها كبير دير 13 أورو. وهذا مانطيل ديال الطبله، كاين في البيض وكاين في الشيبي. هاد الثوب هذا اللي ما كيلصقش فيه ما كيشدش الاوساخ قالوا، دير 14 أورو. نقولوا 15. فين هاد المعطر هذا ديري لهم أورو، هاد الشميعات ديري لهم أورو 25. وهذا ديال التصبين بالغطا ديالو ديال الحوايج ديال تصبنو، هذا حتى هو معطر كتحطيه في الحمام، تحطيه جيت الصبابط، تحطيه في شي بلاصه هكا كتعطي ريحه زوينه ديال 99. كاينين هاد الزريبيات هادو كتحطو قدام الباب، هادو كتحطو قدام الباب كبار كاين في الخضر في هاد الوريدات، دايرين 10 أورو. حق زوينين هادو ديال باب الدار، هانتوما كيجيو قدام باب الدار. هانتو الطبيله كتجمعو بالنسبه للخارجات ولا بيكنيك شي لعيبه هكا البحر. المهم الطبله بجوج كراسا كيتجمعو هانتوما، كديرهم في الطوموبيل وكديهم معاكم ما حاطينش الثمن. هانتوما هادو بحال هادوك الدلو شهوناه في الحمام، السطوله ديال الحمام ما عرفت شحال دايرين
مهما عرفت هاد اللعيبة هذه كتحطها اللي عندها اتساع، عندها الجريدة كتحطي فيها هكا الورد مزيونة، دايرة 17 أورو، شكلها جميل جدا، دي شكلها جميل. ايوا اما ملابس الاطفال ما نقول لكمش، غير جيو كسو وليداتكم. هادو جوج ديال التريكوات ب7 أورو، جوج بنات، جوج ديال البنات وديال الولاد، زعما 7 أورو جوج تريكوات. عاد كاينين هاد السبر ديالها دارو فيهم تخفيض، بنين خفيفين، كاين الكري وكاين الكحل، دارو لهم 10 أورو. هانتوما خلاها با مسكين جيكيتا، عايشوفني ما لابساش، يقول لي انتي لبسي جيكيتا، انتي لبسي جيكيتا، غيضربك البرد. ايوا تشوفوا الجيكيتا طويله بالجويبات، هذه بالنسبه لهاد هاد الايام، ولكن سخون الحال دابا الصراحه، الصاد ما تقديش تلبسيها، وتا البرد 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 ما تلبش. ايوا اختاروا يا الوقت اللي بغيتوا تلبسوها نتوما، الكول داير هكا فيها هادو كيتشدو، والثمن ديالها 9 أورو. كاين حتى الكري ديالها، كاينه في الكحل وفي الكري. هانتوما هادو راهم كسيوة، ونقولوا حنايا قميجة طوال، الكول فيها هاد اللعيبة هكا، والتوب ديالها موسلين مبطن، كاين هاد اللون وكاين هذا الموف، بحال بحال نفس الموديل، لا واقيلا ماشي نفس الموديل، ماشي نفس الموديل، هذه فيها بحال فريفرة هكا، فيها صديفات. بالنسبة اللي كيبغوا الحاجات سينجلوتين، راه حاطينهم هنايا، بزاف الحاجات كاينين، دايرين 2 أورو، هذا سينا سكر. كاين بزاف الحاجات هنايا، كاين العجين ديال العجين السكر دير 79، وهذه اللي معروف بها اغار اغار، الجيلاتين هذا الحلال راكم عارفين، حتى هو جابوه دير 1.95، وهذا عجين السكر بالالوان. المهم كاين بزاف الحاجات، هذاك الشيء ديال الحلويات، اللوز مطحون، هذا اللوز في بيه، هذا باش كتزوقي الطارطه، وما عطى الله ما يدير هنا. هذا مزهر، راه كاين هذا مزهر فين ما مشيتو غتلقاوه. هانتوما باش ما يتحرموش الناس اللي كيبغوا الحاجات سينجلوتين، هذا ديال الشوكولاط حتى هو دير 2 أورو، نقولو 3 أورو. هذه خميرة ديال الخبز دايره 2 أورو. هذا البنات واعر واعر واعر، غزال غزال غزال. بالنسبة للحوايج اللي تيكون فيهم لي طاش، الحوايج ملونين ورخيص بزاف، اورو 19، ولكن طريقه الاستعمال ماشي ديريه في لابادوره، في لابادوره ما غيدير لك والو، غديريه في الماء، ديري هذيك الحاجه اللي بغيتي ديري، وغتكبي عليه واحد الغلاقه ولا نص غلاقه، وغتخليه مرقد في هذاك الماء، غنقول لك ساعه، نقول لك ساعتين، نقول لك خليه حتى بزاف السوايع، وديك الساعه كدير واحد الفريكه خفيفه وكتحيد هذاك المانشا اللي تتكون في الحوايج. زوين بزاف هذا ورخيص، المهم فيه بزاف د الحاجات. كاين هذا تا هو كيصب ديال البيبيس، هذا تا هو ديال الوقيله، هذا ديال الحوايج تا هو، يا الصابون كيصب تا هو، بغيت نقول لكم. وكاين فيه وقيله تسوى بيساندي، فيه بزاف د الحاجات هاد الماركه، وهذا راه زوين، الحوايج الملونين اللي فيهم لي طاش راه غزال. هانتوما البنات 400 غرام لوز مقلي،
ايوا هاللوزة العزارة، هاللي بغى يشرب اتاي يا اللوزة العزارة، هاللي بغى ما طلعتش غادي القلب عاوني انا كاع ونهني الوقت دايره 5 اورو. ها انتم اللوز، الناس ديال اللوز المقلي، وكاين حتى هذا اللوز بالنسبه لدابا راه حنا في الوقت ديال الشبابك وديال واللي بغات البنات تصايب شباكيه، اللي بغات تصايب البريوات، اللي بغات الخبز، اللي بغات اي حاجه تدوز عندي مرحبا بها. كاين الاخوات كيبغوا هكا مساكن يترزقوا، الله يرزق كل واحد. وبالنسبه اللي خدامه بحالي انا ما عنديش الوقت، كنلجأ للاخوات نصايب مع عندهم الشغل. الصراحه هي هادي الشيء اللي عطى الله. ايوا المهم هاللوز نشوفوا ليها شنو كاين. وهذا القرقاع البنات 500 غرام ب6 اورو، ودوبل اكس ال، يعني قرقاع زوين كبير يعني بغيت نقول لكم دير 6 اورو. ايوا نتوما عينيكم ميزانكم وشوفوا الاثمنه اللي دايره السوق، تخلي لينا تحت في التعاليق تقول لنا واش في بلاصه اخرى رخص من هنا، يلا باش نستافدوا جميعا. والبنات وخليوا تعليق الله يحفظكم، ما تفرجيش صاحبتي وما تخليش لينا تعليق، واخا ديري يعني نقطه، المهم خلي تعليق، التعليق راه مهم. مالكم يا صاحبتي مالكم؟ والله الا عيقتوا عليا وحق الله، الله العظيم والله الا حرام حرام هاد العواشره هادي. ها انتم البنات راه دايرين اوفرطات في شي حاجات، وانا هذه خدمتي خاصني نطيح لكم على الاوفرطات. واللي كيعجبها بحال هاد الطون هذا راه واعر، انا كيعجبني هاد الطون هذا، شالادا بوكاديوس اللي بغيتي، وراه ماركه زوينه هاد كالبو معروفه، ماركه غاليه 5 اورو. فيها شحال؟ فيها 8 لاطات البنات، راه غير 3 ما عرفتش شحال دايرين، 3 شي 2 اورو واقيلا. وشوفي هادو فيهم 8 8 ب 5 اورو دايرين بروموسيون. ها نتوما بروموسيون. المهم البنات هذا هو، غنخلي لكم الفيديو غنساليوه هنايا، انا قربت للدار. شوفوا الربيع، شوف الدنيا كي غزاله، الله يا ربي الله. عاد قولي شي جلسه وتسرحي رجلك وتشمشي في هذا الربيع، والله العظيم مع بنادم عظامو محتاج الى هاد الشمس هذه مخيره والله. شوف تبارك الله، حتى المغرب كيعاودوا عليه الدنيا زينه، قالوا الناس اللي جاوا في الاخرين هما دابا راه حبسوا كل شيء، ما كاين لا مغرب لا سيدي بوحمرون والو، ما كاين على الحبوس الله يحفظ. ودي ليلى الله وصافي، الله يدير شي تاويل، هذا ما كان واش غنديرو، قدر الله وما شاء فعل، هذا ما نقوله، الحمد لله على كل حال ما عندنا ما ندير. ايوا يجيب الله الفرج ان شاء الله، بحول الله نطلبوا الله الفرج من عنده، هذا ما كان. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ما نطولش عليكم الفيديو، انا قربت دابا للدار غادي نتونس بكم تنوصل للباب، هذيك الساعه نقطع معكم الفيديو وصافي. انا قربت دابا، يلا مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.